بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حساس الهواء نتاع سيارة رينو سينيك هذه، نتاع رينو سينيك هذه حساس الهواء اللي هو نسموه احنا بالفرنسية ديبيمتر، ديبيمتر هذا الحساس الهواء هذا يسبب فشلة في وقت السيارة تبدأ ماهيش ما عندهاش تيراج ما عندهاش تسارع، يسبب فشلة. هذا كان تبدأ العين نتاعو هذه الدخلانية، شفتوها العين هذيك الدخلانية هذيك تبدأ يعني مع منتهية الصلاحية نتاعها أو العمر نتاعها، تسبب فشلة في المحرك في السيارة، تولي ما عادش تجري، تولي عندها مشكلة نتاع تيراج نقولوا احنا نتاع تسارع. هذه حساس الهواء نتاع رينو سينيك، وتلقاه موجود في عدة أنواع من السيارات الأخرى، يعني كل واحدة موديلها، كل واحدة والقوة نتاعها، كل واحدة والرقم نتاعها، الريفيرنس نتاعها. هذا هلا مثلا كيف كيف نفس الشيء، شركة هلا